هاي هاي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وزي الفل كالعاده. وحشتوني جدا 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 من امبارح. عندنا ايه النهارده؟ النهارده عندنا وصفه حاجه لذيذه قوي وحلوه قوي وكل الناس بتحبها، ودايما في العائلات كده لما بنروح نشتري مثلا كام قطعه جاتو بيبقى في حد في العيله بيحب الاكلير، يعني هنجيب اكلير لفلان، لازم بيبقى في شخص ما بياكلش اي حاجه في الجاتوهات الا اكليرز. الاكليرز النهارده هنعملها بطريقه بسيطه ولذيذه كده، وهنعمل كمان البيستري كريم اللي احنا بنحشي بيها، وهنتكلم عنه بقى. ومستنيه تليفوناتكم ومكالماتكم وكل الحركات. يلا بينا اقول لكم هنبتدي بايه. هنبتدي بأول حاجة، هي طبعا العجينة. عجينة كلير سهلة جدا، وأهم حاجة فيها إن احنا نفهم الفكرة ماشية ازاي. يعني هتضعفي الكمية براحتك. أنا متزاكي مقدار كوباية دقيق وكوباية مية، يعني لو عايزة كمية أكتر من كده هتبقى هتضعفي الكمية بمنتهى البساطة. بصي بقى المقادير هتبقى عاملة ازاي. كوباية دقيق، كوباية مية، اهو الاتنين زي بعض، كوباية دقيق كوباية مية، نص كوباية زبدة، يعني الزبدة هنا نص الدقيق ونص المية، تمام؟ يبقى احنا محتاجين نص كوباية من الزبدة، 2 معلقة كبار من السكر، 3 بيض وفانيليا. طيب بس كده؟ بس كده. العجينة سهلة جدا وبسيطة جدا وما فيهاش اي حاجة صعبة، وبتطلع لنا كمية كويسة، يعني كمية الكوباية دي بتطلع حبة حلوين، وتقدري تضاعفي الكمية بكوبايتين وبرضه هتطلع لك كمية كبيرة ولذيذة. أول حاجة نفس الكوباية اللي بتعايري بيها الدقيق هنعاير بيها، يعني أنا مثلا استخدمت كوباية الشاي دي، خلاص يبقى هي دي الكوباية اللي هنشتغل بيها، نصها زبدة تمام، كوباية مية تمام، كوباية دقيق تمام، أي كوب هتستخدميه يبقى نفس الكوب. هاخد كده المية على النار، نعلي النار شوية. وبعدين هاخد السكر والفانيليا والزبدة علشان نحطهم على المية. ناخد بالنا من ان احنا عايزين المية تغلي، يعني توصل لدرجة الغليان، بس مش عايزاها تتبخر منها كتير، وإلا كده المقادير بتاعتي مش هتبقى مظبوطة. فهحط نص كوباية الزبدة كده على المية بالشكل ده، وآدي السكر وآدي الفانيليا. دايما على مقادير صغيرة بتكون الوصفات أبسط وتخلينا نحس إن الموضوع سهل. فبالنسبة لي كوباية المية معاها نص كوباية من الزبدة، كل الموضوع بسيط، 2 معلقة السكر ورشة الفانيليا. خلي المية توصل لدرجة الغليان، وبعد كده هبقى جاهزة بسباتولا في إيدي علشان أول ما الزبدة تسيح هنزل بالدقيق على طول. الزبدة تسيح والمية تغلي. هنا بقى بيجي دور ايه؟ ليه باكل اكلير طعمه حلو واكليرز عادية؟ كذا حاجة. اول حاجة علشان واحنا واقفين كده بنشتغل، اول حاجة تخلي طعم الاكلير اللي انا باكلها دي حلو قوي هي الزبدة، حتة زبدة حلو. يبقى جودة المكونات اللي بيميز دايما حلواني عن حلواني ايه؟ ليه باكل من عند الحلواني ده وما باكلش من عند الحلواني ده؟ نوع الزبده اللي بيستخدمها، نوع الكريمه اللي بيستخدمها، انواع الحاجات، الطرق واحده، لكن نوع وجوده المنتج هو اللي بيميز الطعم عن من ده عند ده. ليه ده اغلى وده ارخص؟ عشان مكوناته مختلفه. كده تمام جدا. هشيل بس من على النار كده عشان مش عايزاها تتبخر، عايزه الزبده بس اطمن انها ساحت ودابت تماما في الميه، والسكر داب ومش عايزه الميه تغلي علشان ما تتبخرش وتبوظ لي المقادير. حالا الزبده هتسيح. ينفع على فكره نحط زبده وزيت، مفيش مشكله، اقسمي الكميه
ربع كوباية زبدة وربع كوباية زيت إذا حب، مفيش أي مشكلة خالص. زي ما احنا كده هننزل الدقيق. هنقلب كويس بسباتولا بالشكل ده، نلم العجينة بالشكل ده برضو كده، ونبتدي نسوي العجينة بتاعتنا شوية. هنا بقى برضو مهم جدا الحركة دي، أسوي العجينة بتاعتي. عايزين نهدي النار شوية علشان نسويها براحتنا. نبتدي بقى نسوي كده 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 عشان طعم الدقيق كله الني ده يروح، ويبقى نكهة الزبدة الحلوة والدقيق المستوي. تقريبا قد ايه؟ يعني لو قدرتي 3 دقايق تقليب كده متواصل على نار تكون هادية شوية هيبقى ممتاز. العجينة اهي في الأول بتكون مفركشة كده وشكلها مش مظبوط خالص، وبعدين بتلم معانا وبتظبط وبتبقى زي الفل. العجينة دي طبعا هي عجينة كليرز وعجينة بروفيترول، هي عجينة الشو يعني. تسوية كده سليمة، أبطط كده 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 ولم تاني، أبطط كده ولم تاني عشان ما يبقاش بس الأطراف هي اللي مستوية ومن جوه العجينة نية. بستخدم إيه؟ بستخدم دقيق متعدد الاستخدامات، العادي خالص. في ناس هتقولي طب ليه مش لبن؟ ليه مية؟ أنا بحس إنه المية أظبط. ممكن لبن ومية مع بعض، يعني تحطي نص كوباية مية ونص كوباية لبن، بس المية أظبط. ليه بقى؟ أنا بحس إن اللبن بيطريه وإن المية بتظبط معايا القوام وما تخليهوش يطلع مننا طري شوية. نكلم حبيبة. يا حبيبة إزيك؟ ألو؟ الو، اهلا وسهلا. الو الو، ازيك يا شيفا؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ الو، انا سامعه حضرتك كويس قوي، اسمعيني من التليفون. ازيك يا شيفا؟ ازيك يا روح قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. وحضرتك عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله يا حبيبه قلبي، يا رب تكوني بخير. عايز اعرف طريقه البيتزا. حاضر يا حبيبتي، من عيني. ماشي يا شيفا، تسلمي يا روح قلبي ويسلم لي تليفونك. نكلم مين؟ سهى. الو الو، ايوه، ازيك يا شيف؟ اهلا وسهلا، ازيك يا سهى، ايه الاخبار؟ انت جميله يا شيف دعاء. شكرا جميلة. شكرا، اشكرك يا سهى. جميله وطريقتك جميله وذوق وكل حاجه. شكرا يا سهى، ده من ذوقك والله ومن اخلاقك، ربنا يخليك يا حبيبتي. تسلمي يا رب. حبيبتي بعد اذنك يا شيف، هو نص كوبايه الزبده دي يعني كام جرام؟ نص كوبايه الزبده كام جرام؟ هقول لك يعني هتبقى تقريبا 130 125 جرام. 125 جرام. اه خلينا 125 جرام. ماشي 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 يا حبيبتي، احنا كده تمام جدا. خلاص ناخدها بقى ونحطها في العجانة. اذا عندنا عجانة، ما عندناش عجانة، انا عايزاها تتحرك اسرع وتبرد اسرع، لان احنا المفروض نحط البيض وهي باردة. العجينة كده استوت معانا فلة ومتجمعة وكله تمام جدا، لازم تبرد. هعمل كده كده، اقلبها بقى تقلبتين تلاتة كده لحد ما اطمن انها بردت، وبعد كده هنحط لها البيض. الحركة دي طبعا انا اقدر استخدم ايدي او استخدم المضرب الكهرباء اذا كان في القطعة بتاعت التقليب،
او اقلب 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 بايدي لحد ما تهدى، وبعد كده اشتغل بالبيض واحط البيض بيضه بيضه عادي جدا. يلا بينا. في حاجه ولا ايه؟ ثانية واحدة، الفيشة مش محطوطة. قولي. تمام ان شاء الله. تعالوا نبص كده على درجة الحرارة أخبارها إيه. يلا بينا نضرب تاني لحد ما يهدى. يعني هي دافية سنة، تيجوا نطلع فاصل تهدى بس. يلا بينا نطلع فاصل، اجيب شوية حاجات عشان نعمل حاجة تانية تكون هي هديت، ونحط البيض لانه من الحاجات المهمة جدا ان احنا نحط على العجينة على الاقل مش باردة خالص مش ساعة خالص، بس ما فيهاش سخونية عشان البيض ما ينزلش يبقى اومليت. يلا بينا فاصل سريع ونرجع جري، ما تروحوش في اي حد. رجعنا من الفاصل، وعملت ايه في الفاصل؟ طلعتها تهدى وحطيتها في طبق، دخلتها الفريزر بس مجرد دقيقتين هديت خالص، وبعد كده هرجعها تاني هنا علشان ابتدي بقى انزل عليها البيض. يلا بينا. ادي العجينة بتاعتنا بعد ما نزلنا عليها التلات بيضات بالتدريج. على فكرة تستحمل لحد اربع بيضات كمان، بس انا بستكفى بالتلات بيضات بصراحة. هوريها لكم حالا.
بس اهم حاجه زي ما قلت لكم البيض بالتدريج، وانه العجينه نفسها الزبده نفسها تبقى زبده حلوه. بصوا العجينه عامله ازاي، هوريها لكم حالا اهي، ده شكلها وده القوام بتاعها. هنحطها بقى دلوقتي في كيس الحلواني بعد ما جمعناها كلها كويس جدا وكله بقى تمام. وزي ما قلت لكم تقدروا تحطوا بدل في العجينه بدل الميه لبن، بس انا حبيت الميه اكتر. الفرن دلوقتي شغال على درجه حراره 180. هنبتدي بقى نشكل وندخل الفرن على طول. الصاج في ورق الزبدة، بس ثبته بس ايه بحتة عجينة كده. يلا بينا. بسم الله. طبعا الحجم زي ما انتوا حابين، تعالوا ايه نقص بالمقص او بايدينا بالشكل ده. انا بحب الاحجام الصغيره شويه، الميني في كل حاجه بالنسبه لي لذيذ. اذا انتوا حابين تكبروا عن كده طبعا مفيش اي مشكله. بيقعد قد ايه في الفرن؟ بيقعد من 25 دقيقه ل 30 دقيقه. وعندنا بقى اختيارات كتيرة جدا. ممكن نعمل الايج واش اللي هو ندهنه بالبيض، ندهن الوش بالبيض، او نرش رشة من السكر الباودر، او ان احنا نسيبه زي ما هو وما نعملش اي حاجة وهياخد لون برضو مفيش اي مشكلة خالص. تعالوا نحط اول صاج في الفرن، بس خلونا نرش عليه رشه من السكر الباودر. ادي المصفى وادي السكر الباودر. مش ده سكر باودر برضو يا رادر؟ واضح السكر بيدي لون وقرشه كده على الوش، بس ممكن تستغني عنها خالص مفيش اي مشكله. يلا الفرن بتاعنا شغال، نساوي بس كده الحتت دي. ممكن تقصي بالمقص او زي ما انا عملت كده تقطعي وبعدين تساوي عادي جدا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بنفس العجينه بنعمل البروفيترول، هي قطع كده مدوره عشان نحشيها. كده سبتت تمام. دي الكمية كده اللي عملناها بكوباية الدقيق. اعتقد انها لاسره هتبقى تمام جدا على قدهم.
احنا دايما بنحب نعمل الحلويات بصراحه، وبنحب ان احنا دايما نخلصها في نفس اليوم، يعني ما بحبش حلويات تقعد. مش عارفه اذا كلكم كده ولا لا، بس انا بحب الحاجه الحلوه تخلص في ساعتها. بالظبط، ناخد بس حقنا كله كده من الكيس. مش مستحيل تطلع دي، بس هنظبطها هنظبطها، هنعملها كده يعني، هي مش هتقول لا، هتتشكل. يلا انا بس البوزه دي نعمل لها كده 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 اهو كده بالشكل ده، ونرش عليها رشه السكر زي ما قلت لكم. يلا بينا. نروح بقى للكريمة الحلواني او البيستري كريم او الكريم باتسيير، ايا كان بقى بتقولوا عليها ايه. المهم ان هو الكاسترد ده اللي بيتحشي بيه البروفيترول، او بيتحشي بيه الايه الكليرز. نقول المقادير. مقاديرنا للبيستري كريم هي كوبايتين من الحليب، ربع كوب من النشا، 3 اصفر بيض، وممكن يبقوا 4 برضو مفيش مشكله، يعني حطيتي 3 او 4 الوصفه ناجحه. هي بس البيض بيتقل اكتر، وانا بتضايق من ريحه البيض فبحاول اشيل البيض باي طريقه، بس يعني ان شاء الله مع الفانيليا الكتير ما يبقاش فيه ريحه بيض. ف 3 صفار بيض، ربع كوب من السكر، معلقه صغيره من الفانيليا، ومعلقه كبيره من الزبده. يلا بينا. اول حاجه بعمل ايه؟ باخد الحليب كده واحطه على النار عشان انا عايزه ادفيه، مش هسخنه قوي، هدفيه بس. رغده بس فكريني عشان مش عايزاه يغلي. وعندي هنا بوله هاخدها كده، طمن ان هي ما فيهاش ميه. خدوا بالكم دايما الحاجات اللي فيها صفار بيض وبيض لو اتحطت في طبق فيه ميه، او الكاونتر حتى، او ايدك، او اي حاجه فيها نقطه ميه هتزفر على طول. ادي صفار البيض، قلت لكم 3 أو 4 مفيش مشكله، هيجيبوا هيديكوا نفس النتيجه، هي الفكره ان هو بيكون اتقل شويه. هنحط عليه سكر، تقدروا تستخدموا سكر عادي زي ده اللي هو السنترافيش او الخشن، او السكر الناعم اللي هو المطحون، مفيش اي مشكله. هنحط كمان الفانيليا بالشكل ده، وناخد المضرب بتاعنا ونروح نشوف اللبن. ايوه بس كده يدفى. بس هضرب البيض كده مع السكر مع الفانيليا لحد ما يبقى لونه أصفر فاتح. مضرب كهرباء، مضرب سلك يدوي زي اللي أنا شغالة بيه، مفيش أي مشكلة. حطينا فانيليا، كتري الفانيليا شوية إذا حابة تشمي ريحة فانيليا قوية يعني. نضرب ضربة محترمة كده ونلم كده من الجناب لحد ما السكر يدوب مع صفار البيض ويبقى كأنه استوى. بصوا اللون بيتحول إلى الأصفر الفاتح على طول. هضرب 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 كويس قوي 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 بالشكل ده. تمام، هجيب اللبن جنبي واشيل كل تراكيبي اللي هنا. هجيب الزبده، الزبده مش وقتها دلوقتي. عندي النشا، يستحسن ان انا استخدم نوع نشا دورة حلو. ادي تقليبه كمان سريعه، وبعدين احط النشا بالشكل ده.
هقلب القوام كده بقى. واحد صفار البيض، النشا، السكر، كله بقى قوامه واحد. هعمل ايه؟ اقوم واخده شويه من اللبن الدافي واقلب بسرعه، عايزه درجه الحراره بس ايه تبقى واحده. اعمل كده تمام. اقوم نازله على الحليب الدافي واقلب اقلب اقلب واروح على النار، بس اخد بقى بقيه ايه اللي موجود هنا. خدي بالك دايما اللي في الطبق ده من مقاديرك. نروح بقى على النار ونقلب الكاسترد بتاعنا تقليب مستمر على نار هاديه. تقليب مستمر ده أهم حاجة لحد ما يربط. يستحسن دايما إن احنا نعمله قبل بيوم، لو دخل التلاجة وخرج تاني يوم هيطلع معاكي مظبوط جدا في الحشو، وهيبقى تقله مظبوط وتقيل ومسك نفسه وكل حاجة فيه مختلفة تماما عن اللي هتعمليه دلوقتي وتسيبيه يهدى وبعدين تحشي بيه. فعلا لما بيدخل التلاجة بيبقى حاجة تانية خالص. طيب لو أنا مثلا عايزة أديله نكهة ونكهة قوية زي نكهة القهوة، عايزة أعمل بيستري كريم يكون بنكهة القهوة، أعمل إيه؟ في اللبن أقوم حاطة معلقة كبيرة، أو يعني مش كبيرة، أو معلقة ممسوحة من القهوة سريعة الذوبان أو شوت بقى إسبريسو مع اللبن. ده لو أنا عايزة أديله نكهة قوية جدا وأتخلى عن الطعم بتاع الأوريجينال، الطعم الأوريجينال للكاسترد اللي هو الفانيليا. بقلب على نار هادية وما ينفعش اسيبه عشان ما يكلكعش، ولازم افضل واقفة قدامه وما امشيش لحد ما يربط، لان هو هيربط مرة واحدة فجأة هنلاقيه ربط. تحبوا نطلع فاصل على ما يربط؟ يلا بينا هنطلع فاصل سريع جدا ونرجع جري، ما تروحوش في اي حد. رجعنا من الفاصل وادي البيستري كريم زي الفل اهو. بصوا بالصبر بس كده والتقليب المستمر فجأة مرة واحدة هتلاقيها ربطت معاكي وبقت فلة زي ما انت شايفة كده. اختياري اختياري، مفيش مشكلة خالص، تحطي حتة زبدة تديها لمعة وقوام وطعم وريحة تجنن في الاخر خالص كده بعد ما استوت. نقوم حاطين الزبدة كده وعلى السخونية تديها بقى القوام الكريمي التحفة بتاع البيستري كريم بتاعة أفخم المطاعم أو الحلوانية يعني. نعمل ايه بقى بعد كده؟ نقوم شايلينها حاطينها في طبق وندخلها التلاجة ونسيبها تهدى خالص وتبرد خالص، علشان مش هينفع نستخدمها أبداً وهي سخنه. لو هي سخنه ولو الاكلير بتاعنا او البروفيترول بتاعنا سخن مستحيل. فهناخد بقى كده نحط في طبق ريحتها حلوه قوي. يلا بينا. ننزل كل الكريمه كده. بصوا القوام كريمي ازاي، احلى كتير من الكاسترد طبعا اللي بنشتريه الباودر، بس الباودر
برضو بيأدي الغرض، مفيش أي مشكلة منه. إذا حابين إن أنتوا تحشوها بالكاسترد الباودر اللي بنشتريه عادي جدا، توفيرا للوقت وللميزانية ولكل حاجة. إذا حابين تعملوا كده مفيش مشكلة، بس برضو تبقى معاكو الطريقة بتاعة البيستري كريم الأصلية. طعم طبعا خطير، لازم الوش بتاعها ما ينشفش عشان في نشا، انتوا عارفين النشا بتعمل وش كده، فلازم اكون حطيت عليها كيس. فين الاكياس؟ لازم نغطيها، هي مش نغطي الطبق، نغطيها هي بكيس او بالبلاستيك راب. كده نعمل كده ونشيلها في التلاجة، البلاستيك راب عليها شخصيا بالشكل ده. اوكي كده تمام، عملنا اكليرز، عملنا الحشوة، باقي بقى ان احنا نعمل الجناش. اي شوكولاتة سيحيها مع شوية زيت هتبقى خطيرة، جناش خطير. بس الشوكولاتة يستحسن تكون شوكولاتة خام ويستحسن تكون دارك. ليه؟ علشان احنا العجينة نفسها فيها سكر، الحشوة فيها سكر وعايزة طعمها يبان. إذا حطينا أي شوكولاتة من اللي هي الشوكولاتات العادية هتدينا طعم كده شوية مسكر بزيادة قوي. فحتة الشوكولاتة الدارك أو الشوكولاتة الخام حتى لو بالحليب أو الوايت شوكلت هتديكي نكهة جبارة. تعالوا بقى نشيل الكلام ده على جنب خلاص، ونطلع اللي هنحشي بيها اللي احنا عاملينها من امبارح. ادي الكريمه اللي عاملينها من امبارح، دي الكاسترد معموله وساقعه من امبارح اهي، تقدروا تشوفوها برده. بص انا هنا على الشوكولاته اللي بسيحها، انا بسيح هنا وايت شوكليت. ادي الوايت شوكليت اللي بنسيحها، نقدر نحط لها زبده او زيت عشان تكون الطف حاجه. نحط لها حته الزبده دي مثلا كده، ونحط لها زيت كمان. يلا بينا، الزيت يدي لمعه لذيذه. نفس الكلام ده في اي نوع شوكولاته دارك او بالحليب. ممكن في المايكروويف بس تاخدوا بالكم ثواني لان هي ممكن تشيط في لحظة. تعالوا نسيبها واقول لكم كمان على حشوة لذيذة قوي. الحشوة التانية لو انا بقى عايزة ابتدي ايه احسن واجود في الحشوات بتاعتي، هاخد كريم شانتيه عادي جدا او الويبن كريم او اللي هي يعني كريمة اللباني اللي هي كريمة الحلويات، واضيفها اخد منها على البيستري كريم بتاعتي اللي احنا عملناها الهوم ميد دي، وبعدين اخد كمان شويه كريم شانتيه واضربهم كده في بعض ويبقوا حشوه خطيره. الحشوه دي انا بفضلها جدا للبروفيترول، القطع المدوره اللي احنا عملناها مع بعض بتبقى لذيذه جدا فيها، انا بحبها قوي. وبحط معاها كمان فراوله فبتبقى حشوه حلوه قوي اهي، بتبقى حشوة حلوة جدا جدا وطعمها مميز بصراحة. نبص على في الفرن، حاضر. يعني ممكن نقلب اللي في الفرن، احنا خلاص اخد لون بس لسه طبعا محتاج شوية وقت. نبص على الشوكولاتة عشان ما يبقاش عندنا حاجة على النار، تبقى حاجتنا كلها جنبنا كده. على حمام مية بتاخد وقت أطول بس بصراحة أظبط حاجة.
يعني قدامها حاجة بسيطة جدا فيها شوية كتل كده وهتبقى تمام. تعالوا بقى احط لكم دي على دي، انا عندي طبقة اهو كويس. لا مفيش مشكلة خالص، مفيش مشكلة نفتح الفرن. لا عادي. نكلم جانا. يا جانا ازيك؟ الحمد لله. ازيك يا شيف؟ ايه الاخبار يا حبيبتي، عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. يا رب دايما بخير وكويسه يا روح قلبي. كنت عايزه اسال عن طريقه عمل المكرونه بشاميل. من عينيا الاثنين، بس كده تأمري. حاضر يا روحي. الاثنين دول على بعض بقى حكايه، قصه تانيه. طبعا مش مهم خالص، احنا ممكن نستخدم بس البيستري كريم او الويبن كريم او اللي هي الكريم شانتيه، ده او ده، لكن الاتنين على بعض تحفة، طعم خطير. ممكن بقى كمان نكهة القهوة تضيفوها في الاخر اذا حابين تضيفوا شوية من القهوة سريعة الذوبان، تدوب كده شوية في شوية مية وتبرد ونضيفها على الكريم باتيسير اللي احنا عملناه او كريمة الحلواني اللي احنا عملناها اللي بالفانيليا دي، وهيبقى طعمها خطير. عايزة نكلم ام ضياء. ام ضياء ازيك؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ ازيك يا شيف دعاء؟ اهلا وسهلا. انا اول مره اكلم حضرتك. نورتيني، منوراني يا حبيبتي، تسلمي. يا رب يخليك، يا ربنا يحفظك يا رب. انا عندي سمبوسه. نعم يا رب يحفظك. انا عندي سمبوسه وفي طريقه بنت عملتيها قبل كده بالجبنه. انا عندي ايه؟ انا مش سامعه. عملت طريقه السمبوسه بالجبنه. السمبوسه بالجبنه، اوكي يا حبيبتي. بس عايز اعرف يعني ينفع احط على الجبنه اي انواع خضار؟ على الجبنه اي نوع خضار؟ زي ايه؟ ايه خضار؟ قولي لي قولي لي بتفكري في ايه؟ مثلا بقدونس، فلفل الوان، اي نوع؟ طبعا ينفع بقدونس وفلفل الوان، مفيش مشكله، بس كله يتقطع صغير كده علشان ايه؟ ما يطلعش بره وينزل ميه كتير جوه السمبوسك. يعني نحاول ان احنا الخضار يبقى قليل في الحشوه وما يبقاش كتير علشان ما ينزلش بقى ميه كتير جوه السمبوسك، تيجي تاكلي تلاقيهم ميه ميه كده. نطلع فاصل؟ طيب هنطلع فاصل سريع جدا ونرجع جري، ما تروحوش في اي حته، يلا بينا. رجعنا من الفاصل، طلعنا اول صاج عملناه مع بعض البروفيت رول اللي عملناه، عملنا العجينه واستوى وكله تمام، ده الكليرز. البروفيت رول لسه في الفرن اهو، بس طبعا لسه ما اقدرش استخدم اي حاجه فيه الا لما يهدى ويبرد تماما تماما تماما. عندي بقى طريقتين في الحشو، احنا عملنا خلاص البيستري كريم وهي دي من غير ما نضيف لها كريم شانتي، بعدين حطينا ميكس. اذا حابين نعمل ده، دي فكره ودي فكره، ممكن احشي كده بس او ممكن احشي ده على ده، اخد من ده على ده واعمل حشوه زي اللي انا عملتها دلوقتي. عندي طريقتين طبعا في الحشوه، يا اما بالسكينه المشرشره دي بفتح كاني بعمل ساندوتش، بعمل كده وافتح كده اهو علشان ابتدي. لا دي انا حشيتها اوريدي، اوكي دي حشياها بيستري كريم كله محشي ولا ايه؟ احنا حشيناها. حاضر. ده لا دي لسه، ادي دي فاضيه اهي كده ومفرغه جدا من جوه. اقوم رايحه عامله ايه؟ جايبه الحشوه بتاعتي كده
وحشياها من جوه بالشكل ده. طبعا الطريقه دي اسهل كتير من ان انا احشي من الناحيه الثانيه كده اهو. تمام، ممكن احشي طبعا بالفراوله بالفاكهه، اعمل بقى الساندوتش اللي انا عايزاه، وبعد كده اخد الوش. عايزين تقولوا لي ايه؟ قولوا. حاضر. وبعدين اعمل كده واغطسها في اي نوع شوكولاته عندي. دي الشوكولاته البيضه اللي احنا عملناها مع بعض كده. اساوي بس كل الحركات بتاعتنا وابتدي احطها بقى لحد ما تجمد كده. طيب عندنا حاجة مهمة جدا عايزين نقولها، اسئلة كتير قوي كل الناس بتسألنا، اشترك ازاي في مسابقة فنون؟ ناس كتير قوي بعتت تقولي انا كده اشتركت ولا لا، هو الاشتراك ازاي، انا عايزة اشترك. طيب نعيد تاني دلوقتي، في كيو ار كود قدامنا صح؟ هيدخلنا على البوست على طول، يعني هندخل دلوقتي هنفتح الكيو ار كود بالموبايل، هنروح بالموبايل عند التلفزيون كده، واقوم رايحه عند الكيو ار كود وافتح صفحه سر الصنعه مع شيف دعاء السمنودي. هتعمل ايه؟ هتطلع لنا البوست. البوست فين يا ولاد؟ البوست هتلاقوه قدامكم، هيظهر دلوقتي كمان. احنا هيظهر ولا لا؟ هيشوفوه ولا تشوفوه من عندي؟ ثانية واحدة. أول ما ندخل هنلاقي البوست موجود فوق الفيديو، وندخل نعمل إيه بقى؟ أهو هو ده. هندخل نعمل إيه؟ هندخل نعمل كومنتس، اللي هي ننده على صحابنا، نعمل منشنز لصحابنا كلهم اللي بيحبوا الطبخ، نعمل لايك للبوست، نعمل لايك لصفحة البرنامج طبعا، لأن صفحة البرنامج لازم من شروط المسابقة نكون عملنا لايك لصفحة البرنامج سر الصنعة مع شيف دعاء السمنودي، نعمل لايك. وبعد ما نعمل لايك، نعمل لايك للبوست ده، ننده بقى على كل صحابنا اللي بيحبوا الطبخ، علشان هتروحوا وهتكسبوا ان انتوا تحضروا كورسز في فنون كوكينج سكول، كورسز فور فري، وممكن جدا تحضروا معانا تصوير الحلقه الجايه ان شاء الله هناك، وتطلعوا معانا في حلقه المسابقات. اعملوا منشنز، اعملوا شير للبوست، اكتر حد هيبقى ملتزم بالحاجات دي كلها تيم البرنامج، تيم السوشيال ميديا، وتيم فنون. كلنا هننقي الناس اللي عملت كل الشروط دي، عملت لايك لصفحه البرنامج، عملت كومنتس وعملت منشنز كتير لصحابها على البوست، وعملت طبعا شير للبوست. الحاجات سهله جدا، مش هتاخد مننا ثواني، وان شاء الله نكسب اكبر عدد ممكن يقدر يحضر معانا، ويقدر يحضر كمان كورسات ان شاء الله في فنون. تمام، نرجع تاني. حاضر، نطلع اللي في الفرن بقى كده. خلاص البروفيت رول كمان تمام جدا، اخد اللون وزي الفل. اوكي هحطه لكم هنا. مجرد ما هتهدى، مجرد ما هنفتحها ونحشيها عادي جدا. احنا الشوكولاته ساحت صح؟ اوكي انا حشيت البروفيت رول الصغنطتين دول، فتحتهم حشيتهم الكريم باتيير وحطيت معاهم فراوله. دي حاجه لذيذه قوي. احنا قدامنا قد ايه وقت؟ خلصنا اصلا فعلا؟ طيب يا جماعه احنا خلصنا، بس يعني الحمد لله، الحمد لله ان احنا عملنا حاجات لذيذه النهارده ولطيفه جدا. خلونا ايه نشوف اللي اتحشى مثلا كده، ونحطه في صوص الكراميل ونعمل كده. ثانية واحدة، أنا بص يعني أنا جينا دايما على آخر حاجة، بس إيه إن شاء الله تبقى الفكرة وضحت في كل الحركات. هاخد كراميل كده مثلا، وأروح رايحة لعين الجمل وأرش عليها كده عين جمل من فوق. عين جمل وكراميل بقى بيطلع خطير.
والتزيين بقى براحتكم، كل الحركات اللي انتوا شايفينها دي زي ما انتوا حابين. عملنا بقى وايت شوكليت، عملنا شوكولاته عاديه، عملنا اي حاجه انتوا عاوزينها براحتكم. عايزين ترشوا سكر باودر كمان مفيش اي مشكله. النهارده عملنا ايه؟ عملنا عجينه الشو، وعملنا منها اكليرز، وعملنا طبعا البروفيترول، حشيناه زيناه، وخلاص كده خلصت الحلقه. للاسف كان نفسي اقعد معاكم اكتر من كده. ان شاء الله اشوفكم بكره على خير. ما تنسوش دايما تتابعونا على السوشيال ميديا، انستغرام، فيسبوك، ويوتيوب. كل الفقرات، كل الوصفات، كل المقادير بتنزل يوميا على صفحتنا على فيسبوك سر الصنعه مع شيف دعاء السما النودي. اشوفكم بكره على الهوا على خير ان شاء الله، وباي باي. We'll be right back.